وصل إعصار مانكوت القوي إلى اليابسة في إقليم غوانغ دونغ أكثر أقاليم الصين كثافة سكانية بعد أن أثار الفوضى في الفلبين وأسقط أكثر من 59 قتيل. الإعصار مانكوت الذي تجاوزت سرعة رياح حاليا 200 كيلومتر في الساعة هو أقوى إعصار مداري يصيب المنطقة هذا العام، بما يعادل الفئة الخامسة الأقوى في أعاصير المحيط الأطلسي. ووصلت عين الإعصار مانكوت إلى مسافة 100 كيلومتر جنوبية هونغ كونغ، لكن المستعمرة البريطانية السابقة ما زالت تعاني من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، كما رفعت التحذير من الإعصار لأعلى مستوياته مع اقتلاع رياح عاتية الأشجار وتحطيمها للنوافذ في المباني السكنية والشركات التي تسببت عواصف الرياح القوية أيضا في تأرجح بعضها. في الولايات المتحدة تراجعت شدة العاصفة فلورنس على الساحل الأمريكي الأطلسي لتتحول إلى منخفض استوائي. ورغم تراجع حدة العاصفة إلا أن السلطات حذرت من أن التداعيات التي خلفتها العاصفة وخصوصا الفيضانات الكبيرة لم تنتهي. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الحصيلة المؤقتة لضحايا هذا الإعصار بلغت 13 قتيلا على الأقل، بينهم 10 في كارولينا الشمالية و3 في كارولينا الجنوبية، وبين هؤلاء امرأة في 61 قضت في اصطدام سيارتها بجذع شجرة على طريق. وتسببت الرياح والأمطار الغزيرة بأضرار جسيمة، ما زال عدد كبير من الطرق مقطوعا أيضا بجذوع أشجار وأعمدة كهرباء وحتى فيضانات مفاجئة. من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربي رافد جبوري. رافد، ما هو حجم الأضرار لهذه العاصفة؟ حجم الأضرار إلى الآن كبير، طبعا عملية حصر الأضرار ستأخذ ربما فترة أطول إلى أن تنتهي عاصفة فلورنس أو التي أصبحت الآن منخفضا. نتذكر فدا أنها ابتدأت كإعصار، إعصار فلورنس، ثم يعني قلت حدتها تدريجيا كما يحصل للعاصير عندما تصل إلى اليابسة. لكن كما ذكرتي في المقدمة، كما ذكرتما في المقدمة أنت ورولا، يعني هناك خطر الفيضانات، خطر الفيضانات ابتدأ توا. إذا كنا نتحدث عن الإعصار أنه قد خفت قوته، لكن الفيضانات مستمرة بل وقادمة، حتى أن مثلا حاكم ولاية نورث كارولينا، كارولينا الشمالية، روي كوبر تحدث يعني عن مستوى كبير جدا، مستوى ملحمي من الفيضانات بحسب تعبيره. طبعا هذه أيضا لها آثار كبيرة. الشغل الشاغل، طبعا أذكر يعني سريعا في داورولا أن مثلا إعصار كبير مثل إعصار هارفي العام الماضي الذي ضرب هيوستن، مدينة هيوستن في تكساس، معظم الأضرار التي خلفها كانت أضرار بسبب الفيضانات وليس بسبب العاصفة والرياح العاتية. على أي حال، بالنسبة لكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، الولايتان المتأثرتان الآن ب يعني عاصفة فلورنس، هناك ما تزال هناك مطالبات بإخلاء يعني المناطق التي إما تمر بها العاصفة أو تزداد فيها معدلات الأمطار إلى درجة تهدد حياة يعني السكان هناك. هناك طبعا يعني المقاومة التقليدية لبعض أوساط السكان لعمليات الإخلاء، هناك من يعني يتحجج بمثلا وضعه المادي، صعوبة الحركة من غير يعني دعم اقتصادي من قبل الحكومة. على أي حال، فقد صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 14 مقاطعة من مقاطعات كارولينا الشمالية كيعني مقاطعات منكوبة، ما يفتح لها تمويل من قبل الحكومة الاتحادية الأمريكية. ما زالت أمريكا تتعامل يعني مع هذا الإعصار، 14 قتيلا حتى الآن، الأضرار المادية ما زالت مستمرة، إذا حصرها يعني ستوافينا بكل التفاصيل فور حصر هذه الأضرار وحجمها. رافد، شكرا لك مراسل.